السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله القاكم في احسن الاحوال والظروف وبخير وعلى خير ان شاء الله. وصفاتي كلها ان شاء الله نتمنى تعجبكم، وانا ديما تنجيكم وصفات طبيعيه 100% خاليه من اي ماده كيماويه. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه زوينه بزاف للشعر، الناس بزاف تيبغيو هذه الوصفه طبيعيه تصلح لتلوين الشعر الاسود. الناس اللي عندهم الشيب ما تتخليش، فعاله تتعطي نتيجه في اول استعمال، زوينه بزاف. وديما خذوا المقادير تكون مضبوطه باش تعطيكم واحد النتيجه مزيانه، ولا ما درتوش مقادير مضبوطه راه ديما تتكون العكس ديال النتيجه اللي تتبغيو. وان شاء الله الوصفه غتعجبكم بزاف، فعاله وزوينه بزاف، فيها اعشاب طبيعيه تتقوي الشعر تتخليه لامع غزاله بزاف. وبالاخص هاد العفصه هادي اللي تنديروا معاها الاعشاب راه زوينه بزاف. هاد العفصه راه تتكون في الشجر ديال البلوط، كثيره في المناطق اللي فيها اشجار البلوط، غزاله بزاف، غنيه بالالياف مضاده الاكسده، فيها فيتامين ا وسي، فيها المعادن، فيها بزاف ديال الفيتامينات، وتصلح لنا الشعر، تتلون الزغبه وتتخليها ناعمه. بالاخص ملي تنخلطوا مع هاد الاعشاب السالميه، الحديده الحمراء، لزاز، الحنه تكون قديمه عند العطار، ما تاخذوهاش الحنه تكون خضراء، تكون اللون ديالها جيل قوي، والقرنفل. وانا ديما تناخذ قياس ديال كل 10 دراهم ديال العفصه، 10 الحبات ديال العفصه تدير بدرهم الحبه. ديما استعملوا معاها معلقه من هذا الشيء، هاد المكونات، و5 دراهم ديال الحديده الحمراء. 5 دراهم ديال الحديده الحمراء، واخا تضاعفوا الكميه ضروري تبقاو ديما ديروا 5 دراهم ديال الحديده. درتوا 10 دراهم ديال العفصه، معلقه، بغيتوا تضاعفوا الكميه تضاعفوا كلشي تضاعفوه، ما عدا الحديده الحمراء ديما ديروا 5 دراهم. وان شاء الله غنطحنوا هادشي، والعفصه غنوريكم كي غنحرقها غتولي لنا بحال اللون ديال الفحم. وان شاء الله رجع نكمل لكم الفيديو. درتهم في هذه المقيله، درت شويه ديال الزيت الروميه، خليتهم تيتحرقوا، ضروري خاصكم تغطيوهم باش داك الدخان ما تعمرش الكوزينه بالدخان، تيوليو بحال الفحم تيتفرقعوا. وانا ان شاء الله غنوريكم بعد كي غيتملي غيتفرقعوا غيوليو بحال كحلين، ما يبقاش كاع هذا اللون ديالهم. وان شاء الله نكملوا الطريقه باش نوريكم كي غنطحنوا، ونوريكم ان شاء الله كنخلطوا مع الاعشاب. هاي ولاتنا على هذا الشكل، ها هما تتولي تتحل تتولي كحله، ما تبقاش كاع داك اللون بني او باج، تيولي كحله بحال الفحم بحال هكا على هذا الشكل هذا. وطفوا عليها البوطه وخليوها تبرد وطحنوها، وان شاء الله نمشي نوريكم الطريقه كي تجمعوا داك المكونات. ديال العفصه ولات لي على هذا الشكل هذا بودر، هيا من بعد ما دقيتها في المهراس، واللي بغى يديرها في الطحانه الكهربائيه طحنها ماشي مشكل، ما تطلقش ديك الكحوليه صافي، تخليها تتبرد عاد طحنيها، ما تطحنوهاش وباقا سخونه باش ما توليش لكم على شكل عجين، تبقى لكم بودر حتى تبرد. انا تنصحكم الحديده الحمراء هيا من بعد ما طحنتها، هيا ها القرنفل، ها سميتو لزاز، ها السالميه، ها الحنه، قياس معلقه، انا نستعملهم هنايا فهاد، ضروري ديروا شي حاجه شي اناء اللي يبقى ديما تستعملوا فيه هاد الوصفه هذه باش ما يدبغش لكم، وديروا شي لي غون في يديكم باش ما تدبغش لكم هاد الوصفه، راه فعاله وزوينه بزاف، تعطي نتيجه لاول مره، بغا يعجبكم شعركم تيولي لامع وغزال بزاف ومسرح. وملي تبغيو تستعملوا هاد الوصفه هذه خاصو يكون الشعر نقي، ضروري يكون نقي باش تعطي ديك النتيجه مزيانه. نحركوا هذا الشيء مزيان هكا باش يتجانس دوك المكونات، يتجانسوا مزيان. اللي بغى يزيد واحد نص معلقه ديال الملح يزيدها، اللي ما بغاش بلاش الملح تتثبت لينا داك اللون. كلشي يتجانس مزيان، عاد نخلطوهم مع الماء بحال اللي تستعملوا الحنه، الماء طايب. ها هو القياس باش يتخمر لينا هاد العشوب، ها هما، وخليهم واحد المده ملي تحركوهم وخليهم يخمروا حتى يخمروا، ولا خاصهم الماء زيدوهم الماء بحال الشكل ديال الحنه اللي تنخلطو. من بعد زيدوا ثاني واحد شويه ديال الماء، ضروري الماء مغلي باش تفاعل لينا دوك المكونات باش تعطينا صبغه مزيانه ويعطي داك اللون الاسود.
ديروا شويه ديال الماء مغلي، ما ديروهاش جاريه، خليوها شويه ثقيله، ولا نشفات لكم عاودوا زيدوا ليها الماء. مشكل ديال الحناء تنستعملوا شعرنا راه طبيعيه 100%، ما فيهاش ما فيها حتى شي ماده كيماويه اللي غتاثر لكم على الزغبه ديالكم. وانا ديما تنقولها ديما خذوا مقادير مضبوطه دائما دائما. خديتو 10 دراهم ديال العفصه خذوا معلقه معلقه، خديتو 20 درهم ديال العفصه خذوا جوج معالق من الحاجه باش تعطيكم نتيجه مزيانه وما تعطيكم ما تاثرش لكم على الزغبه ديالكم. ها هي الخلطه ديالنا ولاتنا على هذا القوام، راه رائعه لوصفه، غير جربوها. راه شو المكونات بسيطين وسهلين، ما تخافوش منهم وليداتكم بناتهم ما يستعملوهم، تتخلي الشعر اسود لامع ومسرح. وقبل ما تستعملوها قبل ما تستعملوا هذه الخلطه يكون شعركم نظيف، وسرحوه بالشيشوار او اللي ما عندوش شيشوار يدير هباتشة عاديه باش يبقى مسرح ما بقاش مجعد، باش يعطينا واحد النتيجه مزيانه. شو المكونات راه طبيعيه وتعطي واحد النتيجه هائله لاول مره اول استعمال. ومن بعد ما تستعملوا هذه الوصفه خليوها 24 ساعه في شعركم، باتوا بها، اللي ما بغاش يبات بها يخليها من الصباح حتى العشيه باش وغطيو شعركم باش تطلق داك الاعشاب ديك الزغبه وتعطينا اللون اللي بغينا. وهاد الوصفه هذه راه زوينه بزاف، غير جربوها وبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء. وواحد النصيحه ديما تنقولها لكم، ضروري استعملوا الشامبوان ديال الاطفال من بعد ما تستعملوا الوصفه، او اللي ما بغاش يستعمل الشامبوان يغسل شعره مزيان، ما يستعمل الشامبوان الصناعي، بعدوا منه، وراه هو سبب المشاكل ديال الراس ديالنا وديال الشعر ديالنا، تيتضرر تيبدا يطيح تيتقطع. وان شاء الله مازال غنعطي وصفات طبيعيه اخرى للشعر البني ولا كاجو بمواد طبيعيه بسيطه. وهذه الوصفه ما تخافوش منها راه رائعه، انا كيف ما قلت لكم ديما ديروا المقادير مضبوطه باش تعطيكم واحد النتيجه مزيانه، ولا خرجوا من المقادير ما عطيتهمش مضبوطين راه تعطيكم ديما النتيجه ماشي هي هذيك. وان شاء الله نتمنى تعطيكم واحد النتيجه مزيانه وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، ونخليكم على خير في فيديو اخر وحلقه طبيعيه اخرى ان شاء الله.